شفتنا في يا رب. بيتك، وان شاء الله ما اكونش اول مقابله يا ولا رب اول ان شاء لقاء الله ان شاء ان الله. شاء الله والله انا اللي سعيد جدا في البيت. وتشرفت بوجودي مع حضرتك ومع استاذ النجم الكبير طبعا حبيبي، يعني هو عارف طبعا معزته عندي عامله ازاي. ربنا يخليك. وتشرفت ان انا موجود في البيت الكبير في النادي الاهلي، ان احنا بنقول عليه نادي المبادئ ونادي يعني البطولات، وتعلمنا منه كتير صحيح. ويعني يمكن انا حتى افتكرت مره مثلا ان انا يعني مشيت من النادي الاهلي رحت النادي المصري حوالي 3 شهور، يعني خلاص رحت، انا رحت عملت اعداد ورحت النادي. افتكرت ان مره مثلا سامي قمصان كلمني وقابلني ولقيته بيديني شهادات استثمار، دي ما قلناهاش، ان دي مكافاه الدوري بتاعتك يعني. يعني انا مشيت خلاص اوكي، فشوف برضو يعني حقك ده حقك بس بيجي لك بالرغم انك كنت مشيت، مشيت خلاص حقك موجود بالظبط. فدي برضو موجود. حاجه يعني يعني النادي الاهلي نادي كبير يعني، وبالمبادئ وجمهور النادي الاهلي الانتماء ليك بس. طيب نورتنا نورتنا يا حسن، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا حبيبي، شكرا ليك. طبعا هنطلع فاصل ونستقبل نجم جديد من نجوم النادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد.